سكينة طنجه كتفتخر بهذا القدوم ديال صاحب الجلاله وبهذا التدشين ديال هذا المشروع ديال السكه الحديديه. راه المشروع ديال التي جي بي راه مهم بزاف، وكنطلبوا ربي يطولوا في العمر ويشافيه وينجيه من كل اداء. وكنفتخروا بسيدنا دائما كيتهلا في الشمال، كيعمل لنا المشاريع، كيعمل الطرق، كيعمل الله يجزيه عنا خيرا. بالنسبه لهذا التي جي بي اللي دار ليه تدشين سيدنا مع رئيس فرنسا، حنا زعما عجبنا الحل لانه وقفزه نوعيه في مجال ديال السكك الحديديه والنقل، اللي كيقلص المسافه وكيقلص الوقت. ونتمنوا ان شاء الله يكونوا مشاريع اخرى في المستقبل بحال هادو، علاش لا لجميع انحاء المغرب. اليوم حنا في مدينه طنجه، جيت سعداء بهذا التدشين ديال تي جي في اللي حضر فيه الرئيس ماكرون فرنسا، والسكينه طنجه الحمد لله راه فرحانه، وكنتمنى من هذا التي جي في يخلق لهاد السكينه واحد الفرحه، وتكون واحد اللي كنتمنى من هاد المسؤولين، وتكون واحد الاثمنه مناسبه لهذا المواطن اللي غادي يركب في التي جي في، لان بالنسبه لي اللي كنشوفه غالي ما نقدرش نركب فيه صراحه. هذه هي هذه، وكنتمنى له مسيره موفقه وشكرا. مزيان هذا المشروع اللي دار سيدنا، يعني تيفتح فرص للشباب على حساب هذا، مزيان تيدير ما بين المسافه قليله ما بين طنجه وكازا، يعني مسافه قليله ما كايناش ساعه. مزيان لينا هذا المشروع، هذا مزيان كساكنه طنجه، مزيان لنا هذا المشروع بزاف، يعني غتولي تختصر حتى الوقت، هي غتختصر، غتولي مزيان الحقيقه. هذا مشروع حنا بالنسبه كطنجه وعروسة الشمال كنفتخروا به، وكنرحبوا بجميع الضيوف، يعني لا من مرباط ولا من كازا يعمروا علينا، ولو غير السبت والحد. فهمتي، راه طنجة هي عروسة الشمال، وهادشي مزيان بزاف. وسيدنا الله ينصرو، يعني حنا كنعتزو بسيدنا، ممكن ناس ينفرطوا فيه، أحب من أحب وكريه من كريه. حنايا مع الملكية دم واللحم وكوشي، كيف كاف شي حاجة راه مهبول. بالنسبة لهذا القطار البوغاز، مشروع مهم في مدينة طنجة وفي المغرب ككل، وهو كيوفر واحد الالتزامات ديال الساكنة ديال طنجة للرباط والرباط كازا، اللي هو كيستغرق واحد الوقت اللي هو ساعة وربع دقيقة، وكيقلع شوية ديال الآفاق للساكنة ديال المغرب، وكيقلع المشاكل ديال بالنسبة للوثائق الإدارية اللي كتربط طنجة الرباط وطنجة كازا. وهذا مهم، والساكنة ديال طنجة فرحانين بهذا المشروع الضخم الأول في إفريقيا، ولهذا كيسرنا وكيسر جميع المغاربة. ونتمنى إن شاء الله المزيد من المشاريع بحال هكذا في المغرب ديالنا، كيهمنا وكيفرح الساكنة وكيفرح المغاربة ككل. أنايا كساكنة طنجة، يعني ساكنين في طنجة، فرحانين بهذا الشيء اللي عمل جلالة الملك، قطار السلة اللي غيكون من رباط طنجة، فرحانين بزاف. وعاش الملك، وتحية لناس طنجة والناس المغرب كاملين. الناس سعداء بهذا التدشين لأنها كانت انطلاقة من مدينة طنجة، لأن التدشينات العالمية أو القارية اللي كيتميز فيها البلاد كتكون دائما في مدن أخرى. الحمد لله أنها كانت في طنجة، ولكن وحاجة أخرى كنتمنى يكون الثمن ديالو ما طالعش بزاف، لأن اليوم في الصباح كنت ناقشت مع الدراري ما عرفتش، قال لك توصلت شي 500 درهم، كنتمنى تكون رخيصة. كنتمنى يكون الأثمنة في متناول المواطنين وصافي. وعاش الملك.